من كوفي بريك عبر شاشة مريم تي في منطلع عليكم بأجواء ميلادية، وبتعرفوا التحضير للعيد صرنا فترة بهالشهر، والشهر اللي قبل شوي كمان عم نتحضر معنويا وكل الأمور يلي إلها علاقة بعيد الميلاد. الميلاد المجيد يسوع المسيح، ربنا يسوع المسيح المخلص. يعني شو بدنا نحكي بهيدي المناسبة؟ قديه بدنا نعبر عن إيماننا وقديه بدنا نتصرف بأمور ميلادية. ولكن هالحلقة اليوم طبعا مواضيع كتير مهمة، رح نحكي بكل ما يختص بعيد الميلاد، وأيضا رح يكون عنا أجواء ميلادية مع ضيفتي المميزة اليوم جنات شربل. جنات شربل المرنمة، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مرسي، اهلا فيك، وبتشكرك على طول بتفكري فيني وبتستضيفيني بحلقاتك المميزه مثلك. مرسي جنات، مينيموم انه انا استضيفك اكيد، لانه سبق واستضفتك بحلقات مميزه معي، كان اذا بدكم على العيد الكبير او عيد الميلاد. دائما جنات بتكلل عيد الام كمان. وعيد الام مزبوط، هي بتكلل هالحلقات، وبيشرفني جدا يكون هيدا الصوت الملائكي موجود معي بهالحلقه لتعطيها جماليه وزينه رائعه جدا. رح تشوفوا معي الكلام اللي عم بحكيه قد ايه بكون قلت القليل عن جنات، ولكن انا شهادتي مجروحه فيها، كثير بحب وجودها معي بحلقه كوفي بريك. من بعد ما حكينا عن الامور رح تتعلق بالحلقه اليوم، دائما بنفكر وبنقول انه الصلاه هي كثير مهمه بالحياه، ولكن مرات مش ضروري نتمتم صلاه طويل او كلام يكرر دون معنى. نحن بنجرب قد ما فينا هيك نسيطر شوي على الاوضاع، واليوم بحب اقول كلمتين صغار بس بكفوا ليسوع المسيح، مهمين كثير. بتمرق معنا الصوره لحتى نبدا بالحلقه ونقول هالكلمة الصغيرة ليسوع. يا طفل المحبة ازرع محبتك في قلوبنا. كلمتين صغار قلت لك ياهن يا يسوع لأنه معناهن كتير كبير، وأكثر من هيك صلاة يعني بقدر أقول كتير، بس دايما كل صلواتنا ترفع للسماء طلبا ليقوى إيماننا أكثر وأكثر. وأنت تطلع شوف مين محتاج مين عايز، هيدا الأمور رح تعملها من دون ما نطلبها، فنحن دايما بنطلب محبتك ورضاك عنا. بنبدأ الأجواء الميلادية طبعا مثل ما ذكرت مع جنات، وبالترتيلة الأولى لليوم، تفضلي جنات. مرانة تعا يسوع مل الدنيا مجد السماء، بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء. جيت كان في نور ضوى البيت بالميلاد، صوت عم بيقول بحبك جيت للأطفال المجوس للرعيان، جيت كرمال المساكين. مرانة تعا يسوع مل الدنيا مجد السماء، بيقول الروح جاي يسوع قرب العيد بعرس السماء. شو هالكلام وشو هالاداء الرائع. اعذروني شوي اليوم انا مريضه. لا ابدا، شكرا على هالاجواء الحلوه والصوت، الله يحميك. قرب العيد جاي يسوع، عرس السماء، قديه هالكلمات بتحمل من المعاني. وبس انا لحتى هيك شوي تضل اجواءنا ميلاديه، وفكر انا وياكم شوي قطع بحلقه لإلي سابقه حكينا عن الاشياء اللي منزين فيها الشجره شو معانيها، وانا اليوم خصصت بهالحلقه احكي عن المغاره، مغاره يسوع ومريم ويوسف، طبعا مار يوسف، ولكن حطيتها قدامي اليوم لحتى تضل تفهموا انه اساس العيد
هالمغارة أكثر من زينة الشجرة. بس يعني لما نقعد نحن وأولادنا تنزين الشجرة، علموهم إنه المغارة لازم تنوضع، وإذا ما كنتوا ماهرين بوضع المغارة ما بيأثر، ما عم نطلب شيء بروفيشنال، ولكن حطوا المغارة وخبروهم للأولاد عن الشخصيات. اليوم عندي بفقرة انفورميشن، بالانفورميشن شو بتعني كل شخصية موجودة بالمغارة. منبلش أول شيء والأهم والأساس، يسوع، الطفل يسوع، منشوف أنه هو صاحب العيد، ويوسف ومريم رمز الإنسانية كلها، حيث الرجل والمرأة هما معا بيرمزوا للعائلة طبعا، ويوسف ومريم مثل ما ذكرنا بيرمزوا للعائلة. أما الراعي هو المسؤول عن رعيته وشعب الله، يلي كمان بيمثل الراعي يلي بده يكون مسؤول عن الرعية. والمجوس لما نكون عم نوضع كل شيء بالشجرة ونخبر أولادنا عن شو بيرمزوا، ركزوا كتير منيح معي، لازم نخبرهم كل شغلة صغيرة على شو بترمز لحتى يعرفوا الأشياء اللي حطوها بالمغارة كاملة. المجوس بيمثلوا فئة، الفئة المتعلمين والأغنياء يلي ما لهم قيمة لما يملكونه أو يعلمونه إذا ما قادهم إلى المسيح. يعني كل شيء عندهم إياه، غنى وعلم وهيك، إذا ما قادهم إلى المسيح ما بيكون له قيمة. وأيضا بيذكرونا بالمسيح يلي هو ملك الملوك. أما النجمة يلي بتنحط على رأس الشجرة، هي بتنوضع على رأس الشجرة، دلت المجوس على مكان يسوع، وهي بنفس الوقت نور الرب يسوع يلي بيهدينا. أكيد لما نقول بيهدينا بوصلنا على الطريق الصحيح. وبنحكي عن الحمار، وسيلة النقل البري الأساسية عند عامة الناس، عامة الشعب، وهو أيضا رمز الصبر واحتمال المشقات بسبيل الإيمان وخدمة المخلص. وبنحكي عن الثور الموجود أو البقرة، هي رمز الغذاء المادي يلي لابد منه للإنسان، لا ليعيش من أجله فقط، إنما ليساعده ليعيش ويتمكن من خدمة الإله الحقيقي. وهيدا رمز البقرة أو الثور التي تقوم بتدفئة المسيح. وبعد عنا كمان شخصيات ما كملتهم، ولكن رح ننضم لضيفتنا جنات شربيل ونسألك يا جنات، أكيد المشاهدين بحبوا يعرفوا كمان حضرتك مرنمة، يعني بتأدي تراتيل بالكنيسة وبرسيتال بمناسبات دينية، ولكن زاوية الغناء، هل عم بتمارسي الغناء أم تركتيها هواية منك لحالك؟ لا، انا طبعا اول شيء بدي اذكر انه انا صار لي اكثر من يعني 15 سنه بجوقه الكاسليك، ومن هونيك بلشنا بالترانيم، وانا كثير مبسوطه. وبالمناسبه ب 21 الشهر في ريسيتال الساعه 8 بالليل بجري معي، اللي بحب يشرفنا بنكون كثير مبسوطين. وبالنسبه لشق الغناء، انا هلا كمان بعمل عده اشياء يعني مع بعضها، في كتير امور، كتير بروجكتس بشتغل عليهم. اول شيء من 2019 بلشت كتير اشتغل على اعمال خاصه لالي، اغاني الخاصه، صرت عامله كتير اغاني وشاغله كتير ومسجله كتير كوفرز كمان، وكلهم هودي موجودين على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا، فينا نعرف على اي صفحه بفوتوا على جنات شربيل وكله بيكون واضح. وهلا مؤخرا عم نشتغل على بروجكت كتير حلو، كتير هيك يلي بحب الطرب يلي بحب الفنانات العهد الذهبي. نعم مزبوط، مع جمعية لبنان السلام بترأسها دكتور وليد بوسرحال، عم نعمل هذا البروجكت. هن عبارة عن 30 حلقة منصورهم، صرنا مصورين 9 حلقات، كل حلقة بنحكي فيها عن دكتور وليد بيحكي عن هيدي الفنانة، وانا وصديقتي نرمين بنغني، كل وحده بتغني غنيه لإلها، وفي شباب اكيد اصحابنا من الجمعيه كمان عازفين بيرافقونا بهذا البروجكت. بقى هذا الشيء كثير حلو، مبسوطه بهذا الشيء اللي عم بعمله هلا، وفيكم تحضروا الحلقات وتستفيدوا. يعني هذا الشيء اذا بدكم شيء ثقافي كثير مهم،
كتير مرات انه الجيل الجديد ما بيعرف ابدا الفنانات اللي كانوا قديما، الاغاني شو كان في تقل بكل شيء صراحه. بقى نحن عم نجرب نسلط الضوء على هذا الموضوع وان شاء الله ننجح بهذا الشيء، وبنتامل انكم تفوتوا كمان على جمعيه لبنان السلام بيج على الفيسبوك وعلى الانستغرام وتحضروا هذا يعني. موفقة جنات والله يقويك يا رب، وإن شاء الله دايما بالتقدم. مرسي. فينا هلأ تكرمينا إذا بدك تعطينا هيك ترتيلة نرجع نفوت على عيد الميلاد؟ أكيد، وعن جد اعذروني مرة تانية كرمال صوتي. سلامتك. لما تتعشى بينا يا مريم، لما تنذهلين في داخلك؟ لأني مع هالأجواء الميلادية منكمل الفقرة اللي كنت عم بحكيها قبل شوي عن الانفورميشن عن المغارة، ومنقول الأغنام والخواريف يلي توضع بقلب المغارة يلي كانوا رمز للذبيحة منقدمها تكفيرا عن خطيتنا. ويسوع قال أنا بفديكم، ما بدي ذبيحة حيوانية، أنا صرت الذبيحة لأجلكم لخلصكم من خطاياكم. وبيبقى عنا آخر شيء الملاك يلي دايما بنشوفه على راس المغارة يلي ظهر للرعاة وبشرهم وقال لهم ولد لكم مخلص. وفي النهاية بدي أقول لكم أنه كلمة كتير مهمة، المغارة كتير مهمة. يمكن في أشخاص بيعملوا الشجرة وبيلتهوا بالزينة وبينسوا المغارة. إذا بدي أنصحكم مزبوط لازم تعملوا المغارة، لأنه هي الأساس، هي بتجمع العيلة. والمغارة المتواضعة بقلب بيوتكم بتعيش مع العيلة المتواضعة بمحبة وأمان. وهيك بالنهاية بقول الرب يسوع نور العالم ينعاد على الجميع. ومنكمل كمان بعد بترتيلة مع جنات. Silent night, holy night, holy is bright,
cet enfant sur la paille endormi. ومنكمل مع كلام والصوت الجميل مع جنات ومنقول السلام على الأرض بيبقى لما نعيش عيد الميلاد كل يوم. يلي ما في بقلبه عيد الميلاد ما رح يلاقيه تحت شجرة. حان دق الأجراس لاستقبال مخلص العالم. افتحوا أبوابكم، افتحوا قلوبكم لاستقبال العريس. الآن يطرق بابكم، كونوا مستعدين للقائه، وكلكم افتحوا قلوبكم وبيوتكم للمخلص يسوع المسيح. والكلام اليوم قد ما نحكي ونعبر عن هالعيد يلي بيجمع العيلة، في كتير أشخاص ناطرين ناس يجوا من برات لبنان ويجتمعوا. هيدا الوقت الكافي لحتى الوقت المزبوط إذا بدكم لحتى نصالح الأشخاص يلي نحنا ما بنحكي معهم، نساعد الناس الجعانين، نفكر بكل شخص هو بحاجة لشي. مش ضروري نتمتم نقول الصلاة على الفاضي، شو ما تصرفنا إذا ساعدنا إذا سمحنا هيدا هو الصلاة الفعلي اللي طالبه يسوع. فصدقوني كلامنا اليوم عن عيد الميلاد ما رح يقدر يوقف، بس الوقت بدهمنا وكتير عندي كلام لكم إياه. ولكن رح نخلي الكلمة الأخيرة لجنات وبرجع أنا بختم معكم. تقريبا وصلنا لنهاية حلقتنا. جنات بشو بدنا نختم؟ كيف بدك تختمي لهم إياها؟ رح أختم بجملة غنائية وأطلب من ربي، لأنه نحن هلأ بزمن كتير بحاجة لصلاة، لأنه الحروب معباية الدنيا وصار في كتير ظلم وقهر، ونحن عم نكفي حياتنا طبيعي، بس أنه في شيء مش طبيعي عم بيصير. بقى نتمنى أنه عن جد الكل يصلي، يكون في union du prière لحتى أنه بركة بيصير في سلام بالعالم أجمع. وبقول لربي بطلب: لا تتخلى عنا عينك وطنا بالأيام الصعبة. ضم صوتي لصوت جنات وبقول عن جد ما تتخلى عنا، ونحن عارفين أنه ما أنه متخلى عنا جنات، وإلا ما كنا بعدنا واقفين على إجرينا وعم نكمل هالحياة. ولكن كل الأشخاص يلي عم بعيشوا بظروف صعبة بهيدا العيد، ربنا يكون معكم، يدخل قلوبكم، وطبعا أنتوا بس عليكم مثل ما قلت لكم افتحوا البواب، بلش يدق البواب، بدو يفوت لقلبكم. وكل الأشخاص يلي منهم ماشيين على السك الصح ومنوا إيمانهم كتير قوي، بطلب من ربنا اليوم عبر مريم تي في، عبر هالشاشة الكريمة، وعبر برنامج كوفي بريك، انه الله يعطيكم القوه لتصلوا ويردكم على السكه المضبوطه. ومن هون كون ختمت انا وياكم طبعا كل المواضيع اللي حكيناها اليوم بكوفي بريك. واسمحوا لي اشكر جنات، شكرا لتلبيتك هالدعوه اللي قدمت لك اياها، وبقول لك مرسي كثير انك شاركتيني بهالحلقه. مرسي لك، وبقول للجميع ان شاء الله ميلاد مجيد وان شاء الله بظروف احلى. وأنا بختم وبقلكن طبعا حلقتنا انتهت، وعلى أمل لقاء فيكن قريب جدا بإذن الله بهالأعياد المباركة، بهالعيد اللي عم نعيشه، عيد مولد سيدنا يسوع المسيح. أجمل عيد بالأعياد ممكن يكون.
استفيدوا وعيشوا بأمان وإيمان، صلوا لحتى يعم السلام على الجميع. وبنهي بهالحلقة وبقلكم نحن منطلع عليكم دايما، وبأجواء العيد طبعا حلقاتنا رح تكون، انطروني أنا شارلوت كل خميس مثل ما قلت لكم. نحن موجودين على صفحات مريم تي في لبنان، سوشيال ميديا، فيسبوك، تابعونا دايما، وأيضا على اليوتيوب. لقائنا بيتجدد معكم من هلأ لوقت، تضلوا بألف خير، ينعاد عليكم. أنا وياك جنات، جويو نويل، ميري كريسماس، ميري كريسماس وميلاد مجيد. ميلاد مجيد، باي باي.